حملة إعلامية تشنها الفصائل الولائية على مشروع مد الأنبوب النفطي من البصرة إلى ميناء العقبة في الأردن، كانت شرارتها تغريدة للمالكي استنكر فيها قرار الحكومة الحالية الموافقة على مد الأنبوب النفطي على الرغم من توقيع المالكي نفسه للاتفاقية عام 2013 بضعف التكلفة الحالية للمشروع. قرار أثار حفيظة وكلاء إيران في العراق، ما دفعهم لشن حملة إعلامية خشية انفتاح العراق اقتصادياً على محيطه العربي، فضلاً عما يمكن أن يمثله المشروع من إخراج العراق بنسبة كبيرة من دائرة التوترات الأمنية التي تديرها طهران في مضيق هرمز الذي يمر من خلاله 97% من صادرات العراق النفطية، والتخلص من احتمالية الضغط الإيراني. وزارة النفط الحالية من جانبها كشفت أن تكلفة مشروع مد الأنبوب النفطي تبلغ نحو 8.5 مليار دولار، أي نصف القيمة التي وقع عليها نور المالكي أيام حكمه عام 2013. اتفاقية تعاون مجالات مختلفة، منها ما هو متعلق بقضية التعاون النفطي ومد أنبوب نفط عراقي عبر الأردن إلى ميناء العقبة لتصدير النفط العراقي ولسد حاجات الأردن من النفط الخام. حجج لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق تلقيها الأحزاب الخاسرة في لعبة الانتخابات حول المشروع لأسباب سياسية وللتناغم مع آمال إيران في عدم منح العراق الأفضلية في سوق الطاقة العالمي ولما يشكله المشروع من تهديد لمصالحها. ولائيون لا يدينون بحظ من الوطنية لبلادهم، غير مهتمين لما يمر به العراق وشعبه من أزمات خطيرة ووضع اقتصادي متردٍ أوصل الملايين منهم إلى ما دون خط الفقر.